عدنا من جديد لنكمل المزيد. هذا كان شماس وأسلم. طب وإيه المشكلة يعني؟ هو حر وحر. رحت فين يا دكتور؟ زي الناس ورجعت يا جماعة بسرعة. معلش معلش، ساعتين ال10 أنا من النوع اللي بيشرب مية كتير، لكن لازم رجعت يا جماعة. أنا لا يهزني لا شماس غير دينه، ولا قسيس غير دينه، ولا أمه صغير دينه، ولا حتى البطرك لو غير دينه. ما أقصدش البطرك الحقيقي اللي أنا أقصده عامة. اللي يفرقش معايا، اللي يفرق معايا عندي كتاب مقدس، عندي إيماني الشخصي، خلاص الدنيا كلها اتربقت ورايا، ربنا ساندني، خلاص مش عايز أي حاجة تاني من أي حد. فما مفرقش، مش ده اللي يغير يا أخ محمود. ليس هذا ما يغير. طبعا اللي شاف الفيديو النهارده كله كده، او اللي عايز يراجعه تاني، هيلاقي اللي انا بتكلم ازاي. انا بتكلم وبجيب فيديوهات من الكنائس التانية وبجيب كده، وازاي بقول ان الوحده ممكن تبقى زايفه. الوحده ممكن تبقى زايفه لو ما اعتمدتش على حاجتين: المحبه والعقيده، كلاهما معا، احداهما لا تكفي، احداهما لا تكفي. وللاسف غايبة جدا، ساعات بلاقي احداهما مغفولتين. هو سيبه يا اخ، سيبه يا اسبرام، مفيش مشكلة، خليه خليه ده عشان يبقى فاكر هو الرد بعد كده ان فلان غير فلان ما غيرش، ولا يفرق معانا. كل واحد ليه حرية، مش ده اللي هيهز المسيحية يعني. طب ما يعني ابحث يا أخ محمود عن معز لدين الله الفاطمي، ماذا حدث بعد معجزة نقل جبل المقطم له؟ هل غير دينه وأصبح كمان شماسا في كنيسة العذراء مريم بالمعلقة أم لا؟ ابحث ابحث يا راجل، راجل خرافة مين؟ دور 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 بالظبط، وشوف بالظبط التفاصيل، وتبقى السطحي. ما تبقاش سطحي. المضمون يا جماعة، اضطهاد العباط من الواضح جدا ان في وراه اشياء كثيرة جدا، ولن نقبل بالوحدة الزائفة ايا كانت. يا راجل هل تعلم يا اخ اسمك ايه؟ محمد. محمد مين؟ يا اخ محمد، ان الازهر اصلا مين اللي عمله؟ مين اللي عمله؟ الشيعة، صح. الوحدة اتحقق لو خلينا عن التعصب واتمنينا فعلا فكر المسيح الواحد. تمام، مراعاة مارينا ميرو. بس للأسف اللي حاصل في الوضع الحالي ان في بعض الكنائس، وبالأخص اجزاء من الكنائس البروتستانتية، هما يخدعون في فكرة الوحدة. هم لا يحبون بالمرة، هم يخدعون لاستمالة العباط الأرثوذكس لكنائسهم، وبتبان جدا في الخدمات، بتبان في الارتباط الكنسي، بتبان في التعاملات، بتبان في التمييز، بتبان في العنصرية.